بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في مجلس جديد من مجالس العلم، ومجلسنا هو مجلس التفسير، والذي أشرف فيه بصحبة فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد محمد الشرقاوي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر وعضو اللجنة العلمية لترقية الأساتذة بنفس الجامعة. أهلا ومرحبا بفضيلتك الدكتور. مرحبا بالأخ الكريم، الله حياك يكرمك الله، شيخ، مرحبا نورنا بالأخ سيدنا، الكريم، حياك الله أخ الكريم. الله يكرمك سيدنا. فريد دكتور، كنا بدأنا في الحلقة الماضية، أو انتهينا في الحلقة الماضية من سورة، أو من تفسير سورة عبسة. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ في السورة التي تليها، ألا وهي سورة التكوير. فنريد أولا أن نعرف، أو التعريف بهذه السورة، أن تعرفنا فضلك بهذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذه سورة التكوير، سورة مكية من السور التي نزلت في مكة. وهذه السورة الكريمة تسمى بهذا الاسم، سورة التكوير، لأنها بدأت بقول الله تعالى: إذا الشمس كورت، إشارة إلى تلك الآية العظيمة، آية الشمس، وكيف يكون مصيرها في هذا اليوم عندما تكور، كما تكور العمامة على الرأس، أي تلف على الرأس فتغطي الرأس، فكأن هذه الشمس يعني يذهب ضوءها ويخمد لهيبها في هذا اليوم العظيم. إذا الشمس كورت، هذه الشمس التي لها يعني أثر كبير في هذه الحياة ولها دور عظيم في حياتنا، في هذا اليوم ينتهي، هذا اليوم ينتهي هذا الدور، إذا الشمس كورت. ولذلك سميت هذه السورة بسورة إذا الشمس كورت، أو بسورة التكوير. والحديث فيها كما هو واضح عن القيامة وأهوالها ومشاهد القيامة. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في السنن عن ابن عمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى قال: الله عليه وسلم، من سره أن ينظر إلى القيامة كأنها رأي العين فليقرأ: إذا الشمس كورت، كورت. وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. هذه نعم السور الثلاث التي بدأت بإذا، نعم وإذا ظرفية، نعم وهذه أيضا من براعة الاستهلال نعم كما هو ملاحظ في جميع سور القرآن الكريم. نعم بدايات تلك السور بدايات قوية، وتمضي السورة في هذه القوة، فبلاغة القرآن الكريم في درجة واحدة، في قوتها وفي جمالها وفي روعتها. إذا الشمس كورت، فتبدأ هذه السورة بإذا الظرفية، ثم يأتي جوابها في قول تعالى: علمت نفس ما أحضرت. نعم. وما بين إذا والجواب أهوال عظام ومشاهد مروعة من مشاهد القيامة، وأثر هذه المشاهد على النفوس نعم وعلى الإنسان. فقال تعالى: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، سجرت، وإذا النفوس زوجت، إلى آخر تلك الآيات. لماذا تقررت إذا سيدي؟ كما قلنا فيها لفتة، فيها لفت للأنظار إلى هذا اليوم، استحضار هذا اليوم، استشعار هذه المواقف، كأننا نراها ماثلة أمامنا، أو كأننا نعايش تلك اللحظات وندخل في تلك الأحداث. فإذا ظرفية، أي هذا الوقت، تنبيه إلى هذا الوقت نعم الذي تحدث فيه
تلك الأهوال العظيمة، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت إلى آخرها. نعم. طب إذا الشمس كورت، ما معنى كورت؟ نعم، إذا الشمس كورت أي يعني كورت الشمس كما قلنا، كورت العمائم إذا التفت على الرؤوس. تمام. فكان هذا كان هذه الشمس يغطى نورها ويخمد لهيبها، يعني تتوقف هذه الشمس كما قلنا من قبل، يعني إن الشمس فيها طاقة مستديمة، طاقة ذاتية، هذه طاقة تتوقف وهذا النور يخمد، وهذه من علامات الساعة القيامة الكبرى، ومن أهوال هذا اليوم. فيظهر أثر هذا على الشمس، تلك الآية العظيمة، وخصها لأنها من أعظم الآيات ومن أعظم النعم. صحيح. فعندما يحدث لها هذا الخلل ويحدث لها هذا العطب، فهذا دليل على خراب العالم، خراب الدنيا. نعم، يعني هذه العلامة سيدنا هتبقى في الدنيا ولا في الآخرة؟ يعني نحن نعلم أن علامة الشمس في الدنيا أنها تغرب من المغرب، أنها تشرق من المغرب. أما التكوير نفسه، هل هيبقى في الأهوال نفسها أو في أهوال القيامة أم في الدنيا؟ إذا الشمس كورت هذه من علامات الساعة الكبرى، نعم، ومن أحوال وأهوال يوم القيامة، ولذلك جاء في الحديث من سره أن ينظر إلى يوم القيامة. نعم. فهذا الحدث من أحداث القيامة. نعم. هذا الحدث من أحداث القيامة. نعم. يراه الناس جميعا. نعم. رأي العين. يراه الناس جميعا. رأي العين. إذا الشمس كورت. وإذا النجوم انكدرت. ما معنى انكدرت؟ انكدرت كما جاء أيضا، وإذا النجوم طمست. أي ذهب نورها. نفس المعنى. وذاب بريقها ولمعانها، عندما ننظر إلى لمعان النجوم في السماء وإلى بريقها وإلى نورها. لكن في هذا اليوم هذه النجوم أيضا يعني ينكدر ضياؤها، وإذا النجوم انكدرت وإذا النجوم طمست. نعم. فهذه من علامات الساعة أيضا، يعني اختلال في نظام هذا الكون. وإذا الجبال سيرت، لما تحدث عن الآيات العلوية ذكر تلك الآية الأرضية، وإذا الجبال سيرت، كان في خلل كبير جدا في هذا الكون، لأن هناك سنن في هذا الكون مثل سنة الجاذبية، فالجاذبية من السنن التي جعلها الله عز وجل في هذا الكون. فلولا هذه الجاذبية لطار كل شيء، سبحان الله، يعني طار كل شيء على وجه الأرض، لم يبقى شيء إلا ويطير، سبحان الله، إذا خضع لجاذبية أقوى منه. لكن قانون الجاذبية يجعل الأشياء ثابتة على هذه الأرض، فإذا حدث هذا الخلل بتكوير الشمس وانكدار النجوم يترتب عليه خلل آخر في الأرض. نعم. ومنها تسيير الجبال. وسيرت الجبال فكانت سرابا. نعم. يعني تطير الجبال وتسير. نعم. بعدما كانت ثابتة وبعدما كانت راسخة وشامخة، إذ بها تطير في هذا اليوم. تكون كالعهن المنفوش. تكون كالعهن المنفوش. نعم، هذه أيضا يعني وصف لحالها في هذا اليوم. نعم. أنها تصير كالعهن المنفوش، الصوف الذي يتطاير. نعم. بعد أن كانت يعني راسية وبعد كانت راسخة، سبحان الله، وبعد أن كان لها ثقلها، إذ بها تتطاير. ولا شك أن هذا من هول هذا اليوم. نعم. يعني خاصة عندما نرى الأهوال على تلك الآيات العظام. نعم. فالشمس يعني آية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ولا يعني تتأخر. نعم. لحظة واحدة. صحيح. لكن عندما نرى الأهوال على تلك الآيات وتلك المعالم الكبيرة الواضحة، فلا شك أن هذا مما يعني تهتز له القلوب. نعم، أكيد.
سيدنا، وإذا العشار عطلت، يعني ما هي العشار وكيف تعطل؟ نعم، أيضا ذكر وقع هذه القيامة على النفس البشرية، كما قال الله تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يعني الأم تنشغل عن وليدها نعم ولا شيء يشغلها في الدنيا، لكن عندما يصل الأمر إلى سبحان هذا الله، الحد من الهول تنشغل الأم عن صغيرها وعن والدها، من هول هذا اليوم ومن شدة الفزع تنشغل الأم عن ولدها. وهنا ينشغل الناس عن نفائس أموالهم، الناس في الدنيا مشغولون بتجارتهم وزراعاتهم، ومن ضمن هذه الأشياء التي ينشغل بها الإنسان الثروة التي يقتنيها. وكان من المعلوم عند العرب أن من أنفس ما يمتلكون النوق، الإبل، وكان من أحب الإبل إليهم تلك الناقة العشرة أو العشراء التي مر على حملها 10 أشهر وبقي شهران فيترقبون ولادة هذه الناقة وينتظرون هذا الأمر بشغف وبفرح ويهتمون بأمرها، يولون هذه الناقة رعاية وعناية خاصة تليق بهذا الأمر. لكن في هذا اليوم ينشغل أصحاب الإبل عن إبلهم، بل وينشغلون عن تلك الناقة العشرة التي كانوا ينتظرونها ويترقبون نتاجة. ولادتها بفارغ الصبر. نعم. فإذا بلغت في حملها 10 أشهر، بقي شهران تلد لنهاية السنة، نعم، فكانوا يترقبونها. لكن انشغالهم وإذا العشار عطلت، يعني أهملت، نعم، عطلت بمعنى أهملت. فأن يصل الأمر إلى إهمال ثروة الإنسان وأنفس ما يملك وأحب شيء إليه، أن يهمل وأن يترك وأن ينشغل عنه وأن يذهل عنه، كما تذهل الأم المرضعة عن رضيعها، فلا شك أن هذا يعني دلالة على هول هذا اليوم، نعم، وعلى شدة هذا اليوم. نعم. وإذا العشار عطلت. نعم. نعم. وإذا الوحوش حشرت. نعم. معروف أن الكل يحشر في هذا اليوم، فلماذا خص الله ذكر الوحوش؟ نعم. كلمة الوحوش أو يعني إشارة إلى جميع الحيوانات، نعم، التي خلقها الله عز وجل. ومن المعلوم أن الوحش، أو حتى نقول مثلا الحمار الوحشي والحمار الأهلي أو الإنسي، يعني نعم، الذي يستأنس، نعم، حمار وحشي يعيش في الغابات، يعني لا يروض، لا يستأنس، نعم، يعني كما نقول أليف أو غير أليف، صحيح، فلأنها تستوحش الإنسان، تفر من الإنسان. فهذه الوحوش يحشرها الله عز وجل، نعم، مع كونها يعني جبلت على الفرار وعلى الوحدة، ولكن تحتشد بل في صعيد واحد على اختلاف أنواعها، سبحان الله، دون أن يعتدي بعضها على بعض كما كان يقع في الدنيا، فهذا يفترس هذا وهذا يأكل هذا، لكن في هذا اليوم يجمعهم الله عز وجل ويحشرهم، بل ويقتص الله عز وجل للشاتي الجلحاء من الشاة القرناء، سبحان الله، كما جاء في الحديث الصحيح: لتؤدن الحقوق إلى أهلها، أي يوم القيامة، حتى لا يقتص من الشاة الجلحاء، من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. سبحان الله. يعني فإذا كان الله سبحانه وتعالى يقضي بين البهائم ويقضي بين الوحوش، فما بال البشر. سبحان الله. وإذا الوحوش حشرت، يعني مع تنافرها ومع اختلافها ومع افتراس بعضها لبعض، إلا أنها تجمع في هذا اليوم، نعم، في مكان واحد من أجل، يعني وهذا من هول يوم القيامة، نعم، مما يزيد المشهد روعا، أن تحتشد كل هذه الوحوش في صعيد واحد. وإذا الوحوش حشرت. وإذا البحار سجرت. نعم. أيضا إشارة إلى وقع هذا اليوم وإلى مشهد من مشاهد هذا اليوم على بحار الدنيا،
التي هي يعني كما نعلم ان الماء في الارض اكثر من اليابسه، صحيح، فاغلب الارض بحار، وهذه البحار متصله ببعضها، واختلفوا في معنى سجرت. نعم. فقيل امتلأت نارا او اضرمت نارا، تتحول هذه البحار من بحار فيها مياه عذبة، مياه مالحة، إلى انفجارات، سبحان الله، تتأجج نارا، تضطرم نارا، وهذا من هول هذا اليوم. نعم. أن يتحول هذا الماء إلى يعني نيران، ولعل العلم الحديث أثبت أن تحت الماء نار فعلا. نعم. فلعل يعني يكون يوم القيامة تخرج هذه يعني الآن هناك طبعا انشطار الذرة والقنابل الذرية والقنابل يعني نسمع عن أنواع من القنابل تأتي من انشطار الذرة. نعم. كذلك مياه البحار، يعني مياه البحار قد يحدث فيها تفجيرات. نحن نقول لا نقيس أمور الآخرة على أمور الدنيا، تمام، لا يمكن أن نقيس، فللآخرة سنن كما أن للدنيا ما يحكمها من السنن. نعم. الربانية. نعم. لكن يعني نستخدم العلم فيما يقرب هذه المعاني إلى أذهاننا. تمام. فقط. تمام. لكن أود أن أقول أيضا يعني إن قيام القيامة ليس لانتهاء صلاحية هذه المخلوقات، كما يقول العلماء إن الشمس لها مدة صلاحية وتنتهي أو تنفجر، وكذلك النجوم يأتي وقت وتختل لانتهاء صلاحيتها. سبحان الله. هذا خطأ، هي مأمورة، سبحان الله، وإنما تقوم القيامة. نعم. والدنيا منتظمة. نعم. عندما يريد الله عز وجل إنهاء هذه الحياة، وليس لأن صلاحية هذا الكون قد انتهت. نعم. كما يعتقد العلماء. صحيح. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها نعم وزينت، حتى إذا أخذت الأرض إيه؟ زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. نعم. فليست العبرة بانقضاء يعني صلاحية هذا العالم، وإنما الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يأذن بانقضاء هذا العالم يأذن به. نعم. فقال هنا وإذا البحار سجرت. نعم. قيل أضرمت نيرانا، وقيل امتلأت ماء، أي فاض الماء، فيضانات يعني فاض الماء. نعم. في البحار. من المعلوم حتى في هذه الدنيا يعني لما يحصل فيه زلزال، يحدث هناك زلزال في مكان ما، تكون له توابع، يظهر أثر هذا في البحار. كما نسمع عن التسونامي، صحيح، فيظهر أثر هذا الزلزال على البحار. فإذا حدث زلزال في اليابان مثلا، يبقى لابد أن يترتب عليه رجفة في البحر أو فيضان أو سيول شديدة جدا. صحيح. فكما نقول يعني في حيحصل يحدث هناك خلل في هذا الكون. نعم. هذا الخلل وهذه الأهوال تشمل كل شيء مهما عظم ومهما كان في الدنيا راسخا أو راسيا. فهذه البحار المعروفة أنها يعني مصدر من مصادر المياه، وأنها أيضا يعني لها منافع كثيرة جدا، في هذا اليوم تتحول إلى نيران. وإذا. نعم. البحار سجرت. نعم. ثم انتقل إلى الكلام عن النفوس الإنسان. نعم. وإذا النفوس زوجت. وإذا النفوس زوجت، المقصود بالنفوس هنا نفوس الآدميين الإنسان. نعم. النفوس هنا يعني البشر جميعا. نعم. قيل معنى زوجت أي تزاوجت الأرواح، التقت الأرواح بالأجساد. نعم. التقت الأرواح بالأجساد. وإذا النفوس زوجت، النفس البشرية يعني تعود لها تتكون الروح. من الروح والجسد. مم. وبالموت تفارق الأرواح الأجساد. تمام. وتعود إليها الحياة، يعني تعود هذه الأرواح إلى أجسادها. ولكن المعنى الواضح وإذا النفوس زوجت أي صنفت، يصنف الناس في هذا اليوم كما قال وكنتم أزواجا ثلاثة. نعم. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. نعم. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. نعم. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، وهذا المعنى هو الأقرب. تمام. وإذا النفوس زوجت، اقترن أهل الإيمان بأهل الإيمان. واقترن أهل الكفر بأهل الكفر. أي.
وإذا الموءودة سئلت. طيب خص الموءودة هنا الموءودة التي وئدت يا صديقي، التي قتلت، قتلت. وئدت، فكانوا يائدون البنات وهن صغار، نعم، فخص الموءودة لأنه أشد ما يكون من القتل. ما ذنب هذه الصغيرة؟ صحيح، ما ذنبها؟ لا ذنب له. فكانوا في الجاهلية بلغ بهم الظلم والإثم والقسوة أنهم كانوا يقتلون البنات وهن صغار، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، نعم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. في التراب، نعم. فهكذا كانوا يفعلون في الجاهلية، أو كان البعض منهم يفعل هذا الأمر. فقال تعالى: وإذا الموءودة سئلت، فتسأل كل طفلة وكل طفل قتل ظلما، لماذا قتل؟ ومن الذي قتله؟ وفي هذا تعنيف وتوبيخ وتقريع لقاتله، نعم، وليس المراد السؤال بمعنى يعني الاستعلام والاستخبار. صحيح. فالله تعالى لا تخفى عليه خافية، وإنما هذا السؤال من قبيل إقامة الحجة، نعم، وأن تشهد على قاتلها في يوم القصاص. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، نعم، بأي جريرة قتلت وسفك دمها ظلما وعدوانا، بأي ذنب قتلت. نعم. وإذا الصحف نشرت، وإذا الصحف نشرت، كما قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. منشورا، فمعنى نشرت، أيوة، أي أمام أصحابها تنشر ليقرأ ويطلع وينظر. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، نعم، هذا معنى نشرت. فهذه الصحف تتطاير، ثم تصل كل صحيفة إلى صاحبها فيتلقاها بيمينه أو بشماله أو من وراء ظهره، ثم ينشر هذه الصحيفة إجباريا. سبحان الله. يعني الكافر ينشر رغم أنفه. وإذا الصحف نشرت، فيقرأ فيها أعماله، نعم، وينظر ما قدم، نعم. وإذا السماء كشطت، كشطت، يعني الصحف التي كانت مطوية تنشر، نعم، والسماء التي كانت قوية ومتينة تكشط، بمعنى قال العلماء: فتكشف عما وراءها من العرش ومن الجنة ومن النار. سبحان، ولذلك جاء الكلام بعد عن: وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. فقال: وإذا السماء كشطت، أي أزيلت ومحيت، فينكشف ما وراءها. وإذا الجحيم سعرت، نعم، أي زاد حريقها وزاد لهيبها. وإذا الجحيم سعرت، سعرت. وإذا الجنة أزلفت، أزلفت لأهل الإيمان، بمعنى أزلفت، أي قربت وأدنيت، أو جاء وقت دخول، يعني اقتراب الموعد، اقتراب الموعد، نعم، أزلفت أي قربت لهم وقربوا منها، أو اقترب موعد دخول المؤمنين للجنة، نعم، وأزلفت الجنة للمتقين غير غير بعيد. علمت نفس، علمت نفس، هذا جواب الظرف، كما قال: إذا وإذا، ثم قال: علمت نفس، أي علم اليقين، ما أحضرت عندما تنظر في الصحف لكل هذه الأهوال نعم، نعم، ما أحضرت من الدنيا، ما قدمت، كما قال في السورة التالية: علمت نفس ما قدمت، ما قدمت، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. نعم. علمت نفس ما أحضرت عندما تنظر في صحائف الأعمال. نعم. وهذا العلم قد يكون يعني إذا كان من أهل الإيمان فإنه يفرح، وإذا كان من أهل الشقاء فإنه يحزن ويندم، حيث لا ينفع الندم. إذا كان من أهل الإيمان فإنه يفرح ويتباهى بهذا الأمر، ويتمنى أن يقرأ الناس كما يفرح الناجح بنجاحه. ها أم اقرأوا كتابية. نعم، ها أم اقرأوا كتابية. وينقلب إلى أهله مسرورا. نعم.
طب سيدنا، هذا هو المقطع الأول من هذه السورة التي تتكلم فيها الآيات وتعرض أهوالا متنوعة ومختلفة من أهوال يوم القيامة. ننتقل الآن إلى مقطع آخر، والذي يبدأ بقوله تعالى: فلا أقسم بالخنس. يعني مبدئيا، هل هناك علاقة بين هذا المقطع والذي يسبقه؟ نعم، كما قلنا مقاصد السور المكية تقوم على ثلاث: التوحيد نعم والرسالة والبعث، نعم ومقدمة السورة حول البعث. وهذا المقطع يتكلم عن الرسالة، نعم وهناك علاقة كما ذكرنا بين البعث وبين الرسالة. صحيح. كذلك أيضا عندما يبدأ الكلام عن هذه الأهوال، فإن هذا مما يرقق القلوب ويقرع الآذان نعم ويلفت الأنظار، يجعل الإنسان يقترب من الحقيقة ويراجع نفسه فيتقبل تلك الحقيقة التي جاءت فيما تبقى من السورة، وهي حقيقة الرسالة نعم والرد على ادعاء الكفار بأن ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام إنما جاءه به شيطان، وأنه مثل الكهانة أو أعمال الكهانة. نعم فجاء هذا المقطع لتقرير الرسالة وتأكيدها بعد تهيئة النفوس بذكر أحوال القيامة وأهوالها. فإذا الإنسان وقف عند هذه الآيات يبحث عن المصير، يبحث عن النجاة، فيجد النجاة في هذه الرسالة وفيما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ولذلك يأتي الكلام عن القرآن بعد الحديث عن القيامة كما في سورة القيامة، لأنه لما يتكلم عن القيامة وعن أهوالها يبحث الإنسان عن المفر، فالمفر في كتاب الله، في التمسك بكتاب الله جل وعلا. نعم. فيأتي الكلام عن الرسول والرسالة أو عن القرآن الكريم، لأنه هو المخرج وهو النجاح نعم. من أهوال هذا اليوم. طيب سيدنا، فلا أقسم بالخنس، نعم. يعني فلا أقسم، هل هذا قسم أو نفي للقسم أم ماذا؟ والله أنا أرى، والله تعالى أعلم، أن هذا ليس بقسم، فالله تعالى يقول فلا أقسم، فلا نقول هذا قسم، نعم، لكنه تعالى يقول بأن الأمر لا يحتاج إلى قسم، نعم، فتارة يقسم عز وجل وتارة يترك القسم، تارة يقسم لإقامة الحجة، نعم، وتارة يبين أن الأمر لا يحتاج إلى قسم لكونه واضحا وجليا، وكل نعم. ما أقسم عليه ربنا واضح وجلي، نعم، ولكن هذا من إكمال الحجة، وهذا من التفنن والتنوع في خطاب القرآن الكريم وفي أساليب القرآن الكريم، تارة يقسم وتارة لا يقصد. ينفي الحاجة إلى القسم. فيقول فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، ما هي الخنس؟ نعم، النجوم، نعم، التي من أوصافها أنها تختفي وتظهر، الاختفاء والظهور، أو من أوصافها أنها تغدو وتروح، النجوم التي تسبح في هذا الكون، هناك نجوم تسبح في هذا الكون. نعم. فقال بالخنس بمعنى أنها تظهر وتختفي، أيوه، أو بأنها تغدو وتروح. نعم. ثم قال الجواري، أي التي تجري في هذا الفضاء. نعم. الكنس، أي التي كلمة الكنس مثل الكناس، وهو بيت الظباء الذي تأوي إليه الظباء، يسمى الكناس. نعم. فهذه النجوم أيضا لها مأوى، ما تأوي إليه أو ما تختفي فيه، فتارة تظهر وتارة تختفي، كما أن الظباء تارة تراها وتارة تدخل في كناسها. وقيل الكنس لكونها تكنس، نعم، من المكنسة، مثل المكنسة، نعم، المكنسة الكهربائية، بتشفط الأشياء. نعم. فكذلك أيضا من صفات بعض النجوم أو ما يقال بالثقوب السوداء أنها تكنس، سبحان الله،
ما يترتب على انفجار بعض النجوم نعم من غبار وغيره. فهذه الثقوب السوداء تجمع هذه الأشياء، تقوم بهذه المهمة، أو أنها تسير كما تمشي، كما تمشي المكنسة، يعني حركة المكنسة، أو على شكل وهيئة المكنسة التي تستخدمها النساء أو يستخدمها الإنسان في بيته. فقال: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس. وهذا كلام يأتي العلم ويؤكده، كيف؟ يأتي العلم بما يؤكد أن هناك من النجوم ما تغدو وتروح، وأن هناك من النجوم ما يظهر ويختفي، ويتكلم عن الثقوب السوداء، وعن يعني كيف تجذب هذه الثقوب السوداء كل ما حولها، يعني لها جاذبية شديدة جدا. الجوار الكنس والليل إذا عسعس، الليل في آخره، الليل في آخره، في آخره، بدليل أنه قال: والصبح إذا تنفس. بعض العلماء يقول إذا أقبل أو إذا أدبر، إن هذه الكلمة من يعني الكلمات التي تعطي المعنى وضد المعنى، فقالوا إذا عسعس يعني إذا أقبل وأدبر. نعم، ولكن عندما ننظر في السياق نرى أن الأقرب والليل إذا عسعس يعني الساعات الأخيرة في الليل أو الساعة الأخيرة في الليل. ولماذا أقسم الله بها؟ يعني لأن هذه الساعة يعني أو اختلاف الليل أو وجود الليل عامة آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى، كما أن النهار آية، فالليل آية عظيمة جدا، نعم وخاصة في الساعات التي تسبق طلوع الفجر فيشتد فيها الظلام. نعم والليل إذا عسعس يعني ساعة يشعر الإنسان فيها بالرهبة والإجلال، والصبح إذا تنفس أيضا يعني عندما يأتي الصبح بنوره. نعم وإشراقه. وأيضا لاحظ كلمة إذا تنفس، يعني لا ساعة الصباح يعني الجو يكون فيها نقي، صحيح الهواء يكون فيها نقيا، صحيح فكأن الصبح يتنفس، فتجد يعني أنقى الأجواء وأصفى الأجواء ساعة الصباح. صحيح حتى إن العربية كانت تقول لأولادها عندما توقظهم: قوموا يا أبنائي فتنسموا عبير هذا الوادي قبل أن يشارككم فيه أحد. يا سلام، يعني الإنسان عندما يخرج لصلاة الصبح يشعر بنقاوة الجو، وانتعاش يعني بصفاء سبحان الأجواء، الله. نعم يشعر بالانتعاش. صحيح. والصبح إذا تنفس، نعم إشارة إلى هذا الصفاء وهذا النقاء الذي يكون في أول النهار قبل أن يخرج الناس، وقبل أن تخرج الدواب والأنعام، وقبل أن يعني تتحرك السيارات ويعني تلوث الأجواء. نعم والصبح إذا تنفس، إنه جواب القسم، أو إذا كان نفي للقسم أي إذا كنت مقسما فإنني أقسم على هذه الحقيقة، إنه لقول رسول رسول كريم. كريم. نعم، يعني إثبات لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كلامه كله من عند الله سبحانه وتعالى، نعم وأنه ما ينطق عن الهوى سبحانه وتعالى. نعم إنه لقول رسول وقوله إنه كريم، لقول رسول كريم، الكلام هنا عن جبريل عليه السلام، عن جبريل، جبريل عليه السلام وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، نعم الكلام عن جبريل. نعم طيب، وهل القرآن كلام جبريل أم كلام المولى جل وعلا؟ نعم، هذه فائدة مهمة. نعم، الله تعالى قال إنه لقول رسول كريم، ولم يقل إنه لقول جبريل، فلو قال إنه لقول جبريل لفهم من ذلك أن القرآن يقف عند جبريل، نعم ولكن إنه لقول رسول كريم. لماذا نسبه؟ نعم، لقول رسول كريم لأن الرسول لا يتكلم إلا بلسان المرسل، يا سلام، نعم ولا ينطق إلا بالرسالة التي حملها ممن أرسله، صحيح، لا يزيد ولا ينقص. فدل هذا على أنه كلام الله، ولكن الآية تجيب عن سؤال أو عن شبهة، لأنهم ينسبون هذا القرآن إلى شياطين وأنه من وحي الشياطين، فبين سبحانه وتعالى أنه من قول الملك ولا دخل للشيطان فيه، فقال إنه لقول رسول، فدل هذا على أن الرسول وراءه مرسل، نعم أو فوقه مرسل سبحانه وتعالى، صحيح، فدل على أن الكلام كلام الله سبحانه، وأن الذي جاء به هذا الملك ولم يأتي به شيطان كما يزعمون.
ذي فقال قوة، ذي قوة عند ذي العرش مكين. نعم، هذا يؤكد من أنه يعني جبريل. تكلم الله سبحانه وتعالى عن أوصاف هذا الملك في هذه الآيات، كما تكلم عنه في آيات أخرى، نعم حيث جمع بين صفة الكرم نعم فدل على جلالة قدره. كما في سورة النجم، نعم، كما في سورة النجم. كما في سورة عبس، كرام نعم نعم كرام. فقال هنا إنه لقول رسول كريم، هذا الملك كريم عند ربه، الملك هو له جبريل مكانة سيدنا، صح؟ وله جلالة وله، هل هذا الملك هو جبريل؟ نعم، جبريل عليه السلام. نعم ذي قوة عند ذي العرش مكين، ذي قوة نعم من صفاته القوة، نعم ومن صفات الملائكة القوة والسرعة أيضا. نعم عند ذي العرش مكين، أي له مكانة عند ربه سبحانه وتعالى. نعم وطبعا هذه الآية يفسرها قول المولى سبحانه وتعالى في سورة يوسف على لسان الملك، نعم إنك اليوم لدينا مكين أمين أمين. فالقرآن كما قلنا يفسر بعضه بعضا، نعم فمعنى عند ذي العرش مكين أي له مكانة عند الله سبحانه وتعالى، وله منزلة، نعم وله وظائفه الجليلة نعم التي تدل على علو رتبته ورفعة قدره. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع، بيان لمكانته عند الملائكة أنه مطاع، مطاع عند الذي الملائكة. يطاع هو الآمر، أيوه وهو القائد أو الرئيس، فدل على مكانته عند الملائكة، وكأنه كرئيس للملائكة. ولكن نلاحظ أنه بدأ بمكانته عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى، عند ربه جل وعلا أولا، قبل الكلام عن ملائكة، عن مكانته عند الملائكة. الملائكة. فقال مطاع، بأمر من مطاع؟ بأمر الله سبحانه بأمر وتعالى. الله جل وعلا. نعم. ثم أمين، يعني فوق أنه أمين. يا سلام. لأن الكلام عن الوحي، والكلام عن الوحي يقتضي الأمانة. الأمانة، صحيح. فهو أمين سر الوحي. أمين سر الوحي. فالكلام هنا عن الوحي، ومن صفات الرسل الأمانة. نعم. الرسول أو السفير أهم صفة فيه، أو من أهم صفاته أن يكون الأمانة. أمينة، نعم. نعم. كذلك أيضا الكرم، عندما يرسل الرسول لابد أن يكون له مكانة وله منزلة. إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل يعني لبيبا ولا تعصي. نعم. نعم. وما صاحبكم بمجنون. نعم. ذي قوة عند ذي العرش مكين. نعم. مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون. لما نفى الله سبحانه وتعالى عنه أن يكون هذا الكلام للشيطان دخل فيه، نفى عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه الجنون، وهذا دل على أنهم رموه بالجنون بهذه الصفة، وهذا من ضلالهم. نعم. ومن جحودهم وإنكارهم. نعم. بل ومن جهالتهم، فقال وما صاحبكم. ولماذا قال وما صاحبكم؟ نعم. ولم يقل وما محمد. نعم. لأنه عاش بينكم، تعرفينه كويس. أليس هذا النبي الذي كان يحكم بينكم؟ سبحان الله. نعم. ألم ترجعوا إلى قوله وإلى حكمه عندما اختلفتم عند الكعبة؟ نعم. ألم تقولوا له عندما قام وقال أرأيتم لو أخبرتكم بأن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم. لم يقولوا لا، أنت لا تصدق لأنك مجنون، بالعكس. بل قالوا نعم يا محمد، صحيح. فاعترفوا له بالفضل وبالعقل وبالحكمة، واعترفوا له أيضا يعني الأمانة والصدق. نعم. فقال وما صاحبكم بمجنون، كيف وقد عاش بينكم وقد كنتم تحتكمون إليه. تمام. ثم أنتم الآن تصفونه بالجنون. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين، رأى جبريل عليه السلام. نعم. في صورته الحقيقية وله 600 جناح. جناح. وما هو على الغيب بضنين، أي وما محمد على الغيب بضنين، كما هو حال الكهنة وغيرهم. يعني إيه ضنين؟ أي بخيل وشحيح. ولكنه يبلغ ما يؤمر به، ما أمر به، فلا يكتم شيئا. تمام. ولا يخفي شيئا، ولا يظن بشيء. نعم. كما قد يفعل يعني بعض أهل العلم مثلا، أو بعض الناس في علومهم. ما
نعم يكتمون شيئا من العلم أو يظنون بها على الناس، صحيح. وخاصة في علوم الدنيا، علوم الدنيا. أما أهل العلم الشرعي فإنهم فلا يعني يجوز. نعم يحرصون على تبليغ هذه العلوم. وما هو بقول شيطان رجيم، أي وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم. رجيم، فهنا نفى أن يكون من قول الشيطان. وكيف يكون من قول الشيطان وهو رجيم، نعم أي بعيد نعم ومطرود، فهو طريد وملعون ومرجوم، فكيف ينسب هذا القول العظيم إلى شيطان رجيم؟ وقد أثبت من قبل إنه لقول رسول كريم. نعم، تأكيد نعم إنه لقول رسول كريم، نعم اللي هو نسبة هذا القول إلى الرسول الذي نعم جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. تمام فهنا قال وما هو بقول شيطان رجيم، رجيم أي كما تزعمون. نعم فهذا يدل على تناقضهم ويعني واختلافهم في شأن القرآن الكريم، واختلافهم في شأن القرآن الكريم يدل على ضلالهم. فقال وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون؟ ظهرت لكم الحقيقة، ايوه كما فلماذا العناد؟ يقول الإنسان لمن ضل الطريق إلى أين تذهب؟ ايوه فأين تذهبون؟ إلى أين تذهب؟ وقف مع النفس، راجع نفسك، ايوه إلى أين تمضي؟ وقد ظهر إلى الطريق. أين تسير؟ لابد أن يتوقف الإنسان وأن يراجع نفسه قبل فوات الأوان. فأين تذهبون؟ تنبيه إلى الطريق الذي يسيرون فيه، وهل هو طريق الحق أم طريق الباطل؟ لا شك أنهم هؤلاء الكفار سلكوا طريق الباطل. إن هو إلا ذكر للعالمين، إشارة إلى القرآن الكريم، ذكر، وهذا يعني من خصوصيات القرآن الكريم أو من خصائص القرآن الكريم أنه كتاب تذكير، فضلا عن كونه كتاب تشريع، فضلا عن كونه كتاب تشريع وكتاب تربية، فهو كتاب تذكير يحتاج الناس إليه في كل وقت وحين. إن هو إلا ذكر للعالمين، عالمية القرآن القرآن الكريم، صحيح. والعالمية لها مقوماتها، فالقرآن الكريم فيه من المقومات والخصائص ما يجعله رسالة عالمية، فهو خطاب الله عز وجل صحيح. للبشرية جمعا، صحيح. لينذر من كان حيا، لأنذركم به ومن بلغ، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فقال إن هو إلا ذكر للعالمين، رسالة عالمية موجهة إلى جميع الناس، ولذلك لكونه كتابا عالميا فهو صالح لكل زمان ومكان تمام. ولكل جيل وقبيل. تمام. ثم قال لمن شاء منكم أن يستقيم، فهو وإن كان رسالة عالمية لكن الذي ينتفع به والذي يستفيد منه ومن أراد الاستقامة، من أراد أن يسلك الطريق الصحيح، من أراد أن يسلك الطريق الواضح، من أراد أن يسلك الطريق المختصر، كما يقولون الخط المستقيم أقرب مسافة إلى نقطتين، فالصراط المستقيم أو الاستقامة الاعتدال، من أراد الاعتدال، من أراد المنهج القويم، من أراد الصراط المستقيم فعليه بكتاب الله. لمن شاء منكم أن يستقيم فليلزم كتاب الله، فهو كتاب الاستقامة الذي قال فيه ربنا اهدنا الصراط المستقيم، ثم قام هذا الكتاب أو من خصائص هذا الكتاب بيان هذا الطريق. لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هنا فائدة، دائما عندما يذكر المولى عز وجل مشيئة العبد يقرنها بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فنحن نؤمن بأن للعبد مشيئة، ولكن لله سبحانه وتعالى المشيئة المطلقة، المشيئة الكبرى، ولا تكون مشيئة العبد إلا بمشيئة الرب سبحانه نعم. وتعالى. لا تتحقق مشيئة العبد إلا بمشيئة الله. نعم. فلا يحدث في هذا الكون إلا ما أراده الله. نعم. وكل ما شاءه الله سبحانه وتعالى لحكمة. نعم. وشاءه بناء على علمه وحكمته سبحانه وتعالى. فقال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولهذا يجب علينا أن نطلب الاستقامة من ربنا سبحانه وتعالى، فلذلك نقول في صلواتنا اهدنا الصراط المستقيم، لأن هذه الاستقامة لن تتحقق إلا إذا أرادها الله،
فنحتاج دائما إلى الدعاء المتكرر في صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، يعني خير ختام لهذه السورة. يعني جزاكم الله خيرا يا دكتور ونفع بكم، يعني وجزاكم الله خيرا أيها المشاهدين الكرام، وباسمكم جميعا أشكر فضيلة الدكتور أحمد محمد شرقاوي أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، وأشكركم على حسن استماعكم، وأترككم في رعاية الله وأمنه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.